السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيسأل بيقول لي لغة البايثون هي لغة برمجة ريفت. طيب في الأول عايزين نعرف إيه هي لغات البرمجة. لغات البرمجة خلينا نبص كده على القاموس. الأمريكية لغة بروجرامينج لانجويج، هتلاقي إن أنت بتعمل كود بتقول للبرنامج ينفذ حاجة معينة، تمام؟ يعني أنت ممكن مثلا تعمل برنامج على الويندوز وتقول له مثلا غير الخلفية غير كذا شوية أمر كده، بنحطها تبع قواعد، لا تبع لغة برمجة معينة، تمام؟ طيب وعندنا في أشهر لغات البرمجة في البايثون وفي السي شارب وفي الفيجوال كده. بالنسبة للبرمجة بنلاقي ان انا ممكن اعمل لغه برمجه او اشتغل بحاجه اسمها الداينامو، تمام؟ دي بتخليك تبرمج بدون ما تكتب اكواد كتيره وسهله ومجرد بس تربط الحاجات ببعض ومحتاجه بس ايه فكره معينه، تكتب اوامر بتوصل حاجات ببعض، بنسميها برمجه مرئيه، تمام؟ وممكن جوه الداينامو ده تكتب بعض الاكواد بالبايثون او سي شارب بحيث ان انت تسهل على نفسك بدل ما تقعد توصل حاجات كتيره، لا ممكن تكتب كود يوفر عليك ان انت توصل الحاجات ببعض زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي، تمام؟ دي لغه البرمجه بتبقى عباره عن حاجات بنوصلها ببعض، يعني بقول مثلا بوينت وبقول مثلا لاين. اللاين عشان ترسم لازم ياخد 2 بوينت، البوينت عشان ترسم تاخد 3 معلومات اللي هي الاكس واي وزد بتاعها بالشكل دوت، تمام؟ فقوية ولذيذة وسهلة وكل حاجة. لو انت عايز بقى تبرمج حاجة عشان تفتحها، الداين ده بيبقى ملف مفتوح، اي حد يقدر يفتحه واي حد يقدر يطلع عليه وحد يقدر يشتغل عليه، يعني كبيره اول جوه الواحد وبعد كده تلاقيه على النت مرات كل الناس معاها الملف دوت. فممكن تتعلم بقى وتعمل حاجة قوية، تتعلم ان انت تبرمج جوه الاي بي اي. اي بي اي جوه الريفت، اي بي اي ده يعني واصلة بينك وبين البرنامج اللي انت عايز تبرمج بيه، يعني ممكن تكون انت عايز تبرمج مثلا جوه البرمجيرا او جوه الاكسل او اي حاجة، فتلاقي حاجة اسمها ابلكيشن بروجرامينج انترفيس، دي الواجهة بتبدأ تبرمج جواها بحيث ان انت تضيف حاجة للبرنامج الريفت، يعني انت مش هتغير امر كوبي بس ممكن تعمل امر جديد يكون بيعمل كوبي بيعمل حاجه ثانيه. على سبيل المثال لما تقول له اقفل اوتوماتيك يعمل سيف، دي يعني لما تيجي تقول له اقفل بيعمل سيف، لو سالت عايز تعمل سيف ولا لا، تمام؟ فتقول له اعمل سيف، اعمل سيف لكل الملفات المفتوحه دلوقتي مثلا على سبيل المثال. فانت بتضيف زراير وبتضيف حاجات، يعني لو فتحنا كده الريفت هتلاقي هنا دي كلها حاجات، تمام؟ مش مستطيع معرفة بس بتدي قوة. مثلا الماجيكال بيقول لك مثلا سيلكت برودكت بقى تحمل فاميلي، اللي بيقول لك مثلا التيم موشن، ادنس دي بتبقى مليانة ادوات للتصدير والتعامل مع برامج اخرى وهكذا، بيديني امكانيات ما كانتش موجودة في الريفت قبل ما استخدم فيها الادوات دي. فعشان ابرمج جوه الريفت، تمام؟ بسطب الفيجوال ستوديو وسطب الاي اي وابدا اعرف الدوال الخاصة بالريفت اي بي اي جوه البرنامج بتاعي وهكذا. اول ده ممكن اعمل ماكرو. فانا عندي دلوقتي 4 لغات برمجة، تمام؟ ممكن تبرمج بجمع لغات برمجة غير الدايم. الدايم ده فيجوال بروجرامينج، تمام؟ عندي اهو السي شارب، الفيجوال بيزك دوت نت، لغة الرومي ولغة البايثون. فانت ممكن تبرمج بشكل قوي جدا لغة البايثون، وان كنت انصح الناس اللي عايزة تبرمج جوه الريفت انها تتجه للسي شارب. السي شارب بيديك ادوات اقوى ورسائل عليه اكتر وهكذا. لغه بس لغه مشهوره ولغه من لغات كتيره جدا وناس كتير جدا بتعتمد عليها. وان كان الامثله في برمجه الريفت هتلاقيها اكتر في السي شارب، وهتلاقي ناس شارح اكتر في موضوع السي شارب في الريفت، فهتلاقي اقوى بالنسبه لك، تمام؟ عايز تبتدي برمجه ما عندكش اي فكره البرمجه، هتلاقي قناة بالمقربية زي فكرة الداينامو، هتقدر تبدأ منها. الداينامو هيفهمك فكرة البرمجة وشغل تحفظ أكواد، وواحدة واحدة تبدأ
لو خلصت ده ممكن تبدأ تدخل بقى في السي شارب.